استجابت مؤسسة حياة كريمة للسيدة سحر من محافظة الإسماعيلية والتي يعاني زوجها من أمراض مزمنة تمنعه عن العمل. وقامت المؤسسة بتوفير تروسيكل للزوج يوفر له مصدر دخل يعينه على المعيشة، كما قامت بتجهيز الابنة المقبلة على الزواج وقامت بإهدائها أجهزة كهربائية وغيرها من الأجهزة والأدوات. وشددت مؤسسة حياة كريمة على استمرارها في تلبية نداء جميع المواطنين في كل مكان. والله انا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكر حياه كريمه كتر الف خيرهم، وربنا يساعد اللي بيديني. وانا ما كنتش متخيله ان هم يجيبوا لي الحاجات دي كلها، انا كنت امنيه حياتي ان انا اجيب شكارتين دي، لقيتهم جايبين لي تروسيكل وغساله وبوتاجاز وجهاز العرايس.